وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، الموضوع هو مواقف من حياة الفاروق رضي الله تعالى عنه. والفاروق معروف هو أول من لقب بأمير المؤمنين، عمر بن الخطاب العدوي، وهو من السابقين الأولين إلى الإسلام، ومن العشر المبشرين بالجنة، وهو ثاني أفضل رجل في هذه الأمة، ولقب بالفاروق لأن الله سبحانه وتعالى فرق به بين الحق والباطل، وكان قويا في الدين. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر. لاحظ، قال أشدهم في دين الله، يعني مش شدة مطلقة عشان تكون مذمومة، لا لا، يعني قوة في الدين. قال: وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ. ولكل أمة أمين، وأمين أمتي أبو عبيدة ابن الجراح. فعمر رضي الله عنه كان من أشد الناس في الدين، حتى النبي صلى الله عليه وسلم رأى مرة رؤيا في المنام، ورؤيا الأنبياء حق لأن رؤياهم تشريع. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أنه أوتي لبنا فشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حتى إني لأرى الري في أظفاري، يعني شرب النبي صلى الله عليه وسلم لما روى وشاف أثر اللبن في أظفاره، تعد يعني ارتوى باللبن. قال: فأعطيته عمر. قالوا: فما أولته يا رسول الله، أو فما أولته؟ قال: أولته بالدين أو بالعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا رأى في المنام رؤيا، قال: رأيت كأنني على بئر، فجاء أبو بكر قال فأخذ دلوا أو دلوين، كأنه في إشارة لإمارة أبي بكر الصديق، كانت قصيرة سنتين وكم شهر. قال: ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب. قال: فلم أرى عبقريا يفري فريه. قال: فشبع الناس. عمر رضي الله عنه أمه هي حنتمة بنت هشام المخزومية، أخت عمرو بن هشام، وده اللي يكنى بأبي الحكم، والنبي صلى الله عليه وسلم كناه بشنو؟ أبو جهل. الكنية دي كناه لها النبي صلى الله عليه وسلم. العرب يقولوا أبو الحكم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له شنو؟ أبو جهل. والعاص بن هشام برضو أخو أمه، فهو من جهة أخواله من بني مخزوم، دي قبيلة أبو جهل، وديل كانوا من أشد القبائل عداء للنبي صلى الله عليه وسلم. وأبوه من بني عدي،
عمر رضي الله عنه أسلم عمره 26 سنة، وقد أسلم كان صغيرا، وكان من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. فيوم من الأيام وهو جالس في نادي من أندية العرب، أبو جهل طبعا عنده مال، وقصه شفتها انت لو رجعت في التاريخ بتلقى الناس الذين كان لهم نصيب في محاربة الدين هم أصحاب المال. هل عنده قروش؟ بيقدر يسخر قروشه دي في محاربة الدين، وجعل قروشه كثيرة. قال: لقد بلغ من أمر محمد ما ترون، شايفين الحاصل انت. قال: فمن يقتل محمدا وله 100 ناقة حمراء، ودي أحسن مال العرب، زي أسا يقول لك بتدوق عربية اسمها شنو دي؟ أوباما ولا اسمها شنو؟ الكبار ديل، أيوة 100. قال: ومئة سوداء، ودي برضو من الإبل النفيسة عندهم، وألف أوقية من الذهب. كده هسه انت ضرب 1000 وقية من الذهب، شوف تطلع لك كم؟ هي الوقية الواحدة بكم؟ قال عمر: فأخذت سيفي وكنانتي ثم انطلقت. في الشارع قابل واحد هو أسلم لكن الناس ما عارفينه، فقال: أين تريد يا ابن الخطاب؟ قال: أريد محمد. قال: دعك من محمد، ألم تسمع بختنك؟ ختنك؟ قال: لما سمعت بموضوعه. الختن ده زوج الأخت، وختنه ده ود عمه اسمه سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي، ود عمه ومن العشر المبشرين سعيد بن زيد، متزوج أخت عمر بن الخطاب فاطمة. قال له: ما سمعت بموضوع ماله؟ قال له: لقد أسلم هو وأسلمت أخته. أمشي. قال: لا الحقوا، وهو دار يصرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم، عشان ما يمشي بسيفه ده للنبي صلى الله عليه وسلم، داير يصرفه على أخته وود عمه. فانطلق عمر وهو بيحكي في القصة، قال: وكأن الله سبحانه وتعالى قاد إلي الهداية. هو ماشي في الطريق بقى بيسمع في أشعار، الأشعار دي خوفته جدا، فلما وقف وطرق الباب سمع همهمة وقراءة جوا البيت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما يسلم ناس من المؤمنين بيقوم الضعفاء اللي ما عندهم حاجة بيقوم بيجعلهم مع ناس متزوجين وعندهم بيوت. فخباب بن الأرت كان من ضعفاء المؤمنين، وكان قاعد مع منه؟ مع سعيد بن زيد وزوجته فاطمة وخد عمر بن الخطاب، قاعد معهم وبيقروا في القرآن. أول ما طرق الباب عاينه بقد الباب، قالوا: هذا عمر. وسمع قبيل القراية عمر، أول ما دخل قال: ما هذه التي سمعت؟ قراية سمعت هذه شو؟ فسكتوا. بعدين قال لي: هات الورقة. وكان قارئا بيعرف يقرأ، جيب الورقة اللي في يدي. فرفضت، فلطمها عمر حتى سال الدم، ثم ضرب زوجها ودعمه برضو ضربه. بعد ذاك لما نظر لأخته لقاها الدم سائل عليها، أشفق عليها، قال: هات الورقة. قالت: أنت نجس، ما بديك الورقة حتى تغتسل. فذهب فاغتسل، ثم لما رجع أدت الورقة بدأ يقرأ فيها.
قال إذن آمنتما مع محمد؟ قال آمنا فاصنع ما بدا لك. أنا وزوجتي قالت لي آمنا فاصنع ما بدا لك، سوى الدائرة تسويه. فلما قرأ عمر الآيات من سورة طه قال ما أجمل هذا الكلام وما أحسنه، كلام جميل وربنا جعل في قلبه الهداية. فبعد ذلك شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ففرحت أخته. فخرج خباب ابن الأرض كان مختبي، أول ما سمع بأنه خلاص الموضوع انتهى عمر أسلم طوالي طلع، قال لقد صدقت فيك رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما قال من الكلام، قال لو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم انصر الإسلام بأحب العمرين إليك، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام، لأنه كانوا ذي الأقوياء. فخرج من عندهم عمر متوسحا سيفه، قال أين محمد؟ قيل في بيته عند الصفا. فانطلق فطرق الباب والنبي صلى الله عليه وسلم معه صحابة قاعدين جوا. فأول ما دخل أو طرق الباب فنظروا من ثقب الباب، الصحابي اللي شاف رجع قال هذا عمر يا رسول الله، ومعهم حمزة، وحمزة أسلم الوقت ذاك له 4 أيام جديد، وحمزة كان من أشجع الناس. أول ما قالوا عمر عند الباب خاف بعض من في المجلس أن عمر كان شديدا، فقال لهم حمزة إئذنوا له إن أراد خيرا بذلناه له، كان دار خير بلقى عندنا، وإن أراد شرا قتلناه بسيفه، سيف الشاهد ده بنقتله به. فلما فتحوا له الباب استقبله النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بحجزته أو بمجامع ثوبه وأنزله على الأرض، مسكوا من فوق ونزلوا على الأرض، قال ما جاء بك يا عمر؟ قوة النبي صلى الله عليه وسلم دي كمان براه، فإنه لا يصرع أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم نزل تحت، قال ما جاء بك يا عمر؟ قال جئت لأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان معه على يعني على باب الدار والناس جوا، قالوا فكبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمع الصحابة جوا البيت سمعوا، فكبروا جميعا لتكبيره حتى سمعت قريش من المكان ذاك، لأنه إسلام عمر أكان فتح. بعد ذاك أهل مكة لما وصلهم الخبر قالوا ناصفنا القوم، قاسمونا مكة لما انشال عمر، لما أسلم عمر قالوا ناصفنا القوم، قسموا نص مكة. فأسلم عمر رضي الله تعالى عنه، وأول ما أسلم قال، والكلام ده بالليل، قال فلما أصبحت الصباح جعلت أسأل نفسي من من الناس هو أبغض الناس إلى رسول الله، أكثر ذول بكره النبي منه. قال فقلت هو عمرو بن هشام خالي، ده يروز ويبشر بالخبر ده، أي أكثر ذول بكره النبي صلى الله عليه وسلم. طوالي مرق مشى في البيت طرق عليه الباب، أول ما فتح له وقال مرحبا بابن أختي وأهلا بك، ما جاء بك؟ قال جئت لأخبرك أني أسلمت. قال فرد الباب، قفل الباب في محله، قال بئس ما جئت به وبئس الخبر، قفل الباب في محله لأنه عرف أنه دي مشكلة كبيرة جدا. فرجع عمر رضي الله عنه قال من أشد أو من أنقل الحديث في قريش؟ أكثر زول شمشار في قريش كلها منو قال له؟ ابن عمر قال وكنت خلف أبي ماشي ورا أبوه،
قال بقى فتش في أكثر زول بينشر الخبر في قريش. قيل له هو جميل ابن معمر الجمحي، ده أكثر زول شمشار في قريش. أول ما مشى قابله قال يا جميل أما علمت أني أسلمت؟ ابن عمر قال والله لم يستكمل سماع الخبر، داك ما سمع للنهاية، ما شمشار ودار يوصل الخبر سريع ما سمع للنهاية. قال فصاح في أندية قريش لقد صبأ عمر. قال وعمر من خلفه ماشي بوراه يقول بل أسلمت، يقول صبأ عمر يقول بل أسلمت. فاجتمعت أندية قريش حول الكعبة، أنديتهم بيقعدوا على حسب بطون القبائل حقتهم، بني مخزوم بيجاي، بني عبد الشمس، بني لؤي، أي واحدين برام، كلهم يتلموا لعمر. قال ابن عمر فصار يضربهم ويضربونه حتى ارتفعت الشمس. بلا شوف الرجال يا أخوان من الصباح والكعبة مليانة يضربوا فيه ويضرب فيه. قال لحد ما ارتفعت الشمس وفي مكانه ده، وبعد ده قال لهم لو بلغنا 300، احنا قال لهم المسلمين ان وصلنا 300 اما ان تتركوا لنا مكة او نتركها لكم. مكة ده ما نقعد فيها الاثنين، يدخل له انتم يدخل لنا احنا. بعد ذاك وهم المؤمنين حوله دخل العاص ابن وائل السهمي، قال ايها القوم ما لكم؟ قال لهم اتظنون ان بني عدي تاركي لكم عمر؟ انفضوا عنه. فانفض الناس عنه، الناس كلهم اول ما طلعوا بعد اسلام عمر وحمزه قال المؤرخون دخل الناس في دين الله افواجا، وصار الصحابه يصلون في الكعبه جهارا علني، الصلاه ما سريه ثاني علني في الكعبه. وقال ابن مسعود ما زلنا اعزاء منذ اسلم عمر. شوف ربنا عزاهم به كيف. فدي اخواننا يعني وقفتنا الاولى في إسلام عمر رضي الله عنه، وصدق في إسلامه وكان تقيا مؤمنا بالله ورسوله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام وهو طالع من مسجد قباء قام لقاه رجل قال يا رسول الله إني كنت أركب على بقرة، قال فضربتها، يعني وراكب فوق ليه وضربها. قال فالتفتت إلي البقرة وقالت يا هذا، كلمت معه قالت يا هذا إني لم أخلق لمثل هذا، إنما خلقت للحرث. فتعجب الناس قالوا سبحان الله بقرة تتكلم يا رسول الله. شوفوا العبارة الجميلة، النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر. قال الراوي وعمر وأبو بكر ليس في القول ما قاعدين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر. الراوي قال فانطلقت إلى عمر في مزرعته. أول ما وصلت قال قلت يا عمر بقرة تتكلم، في بقرة بتتكلم أنت تؤمن بالكلام ده؟ قال فأخذ عمر من تلابيبي، فسكني من هنا، قال فرفعني حتى فارغت رجلاي الأرض، رافع فوق، قال هل سمعت ذلك من رسول الله؟ قال قلت نعم، قال فأرسلني طوال نزل وقال وأنا أؤمن بهذا. النبي قالوا الكلام انتهى. ودي يا أخواننا اللي ميزت الصحابة، ما تقعد انت تتردد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك دي سنة رسول الله، ما تقعد تقول لا
ولكن ما جاي الزمن ده وما بتنفع معانا. والقرن 21 إذا القرن 21 خير من النبي يعني تطور يا ناس. السنة دي ثاني ما في مجاملة. عمر رضي الله عنه يقول لو السنة كده انتهى الكلام. بل حدث عجيب جدا في زمنه كان فتح الشام بس اللي أبو عبيدة عامر بن الجراح القائد، وكان من أحب الناس إلى عمر لأنه كان زاهدا شجاعا. أبو عبيدة من أقوى القواد الحربيين وكان بمثابة وزير الدفاع في زمن عمر. رسل هناك إلى الشام، وأثناء الحرب عمر طلع بجيش وذهب إلى الشام. أول ما قرب خرج إليه أبو عبيدة ومعه جماعة، قالوا يا أمير المؤمنين انتشر بالشام الطاعون، والطاعون مرض معروف وباء خطر جدا بيقتل الزول في أيام. قالوا فما هو رأيك؟ عمر رضي الله عنه ما كان يعلم شيء في أمر الطاعون. ابن عباس قال فدعا المهاجرين فاستشارهم. بعض المهاجرين قال له لا نرى أن تقدم بأصحاب رسول الله، تدخلهم بلد في الطاعون ما تدخلهم. وبعضهم قال له إنما جئت لأمر فانجز ما جئت له، خش طوالي. فدعا الأنصار فقالوا مثل ما قال المهاجرون. بعدهم دعا أشياء قريش كبار السن ممن أسلم بعد الفتح فاستشاروا، فقالوا نرى أن لا تدخل، ما تدخل بلد في الطاعون. ثم جاء عبد الرحمن بن عوف قال عندي في ذلك علم، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم. طوال كده الموضوع انتهى خلاص. قال لو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا نزل ببلد فلا تدخلوه، وإذا كان بأرض، إذا وقع بأرض أنتم فيها فلا تخرجوا منها. كلام ده فيه حكم عجيبة يا أخوان. إذا بلد العلماء قالوا في أي وباء، أي وباء أنت ما تدخلها. ليه؟ لأنك تصاب، ودي مظنة للإصابة بالمرض. وقالوا ما يخرج منها ليه؟ لأن من خرج منها قد تكون فيه العدوى فينقل العدوى إلى بلد آخر. شوف بالله السنة دي كيف. عمر أول ما جاءوا الحديث ذا من عبد الرحمن ابن عوف قالوا فقفل عمر طوال رجع انتهى. صحابة ما بيناقشوا بعد الحديث، عشان كده يا أخواننا تميزوا. الصحابة دي الزمان ما كان عندهم عدة، لكن أي زول بخاف منهم؟ ونحن الآن عندنا عدة وبنخاف من أي زول، صح؟ نحن ما بنخاف منهم، اللي عنده مروءة واللي ما عنده مروءة إحنا بنخاف منهم. لكن ديرك عزوا بالدين. لما عمر رسل الجيش بتاع القادسية بقيادة سعد وكان سعد مريض، حتى قالوا كان بيرقد على بطنه وينظر، وكان قوي البصر بينظر من مسافات بعيدة جدا سعد. الجيش كلهم شوفوا وشوف جيش العدو وهو على بطنه مريض بس بيعاين فيهم. خاض الصحابة في العراق النهر بتاع دجلة، خاضوا بالخيل. الروم ده وكيف شافوهم، عفوا الفرس وكيف شافوهم قالوا ما رأينا مثل هذا، ده قبل كده ما شفناه. قطعوا لهم نهر دجلة وطاردوهم إلى المدائن وحاصروهم حصارا حتى أكلوا الكلاب. والصحابة العدد بتاعهم ما يساوي ولا ربع عدد الروم، ولا ربع عفوا الفرس، ولا ربعهم
عشان كده الفرس ديل اللي هم الجماعه ناس ايران ديل للليله بيكرهوا عمر بن الخطاب. مش بيقولوا مثلا الشيعه وعاملين فيها مسلمين ديل موضوعهم مع عمر شنو؟ لأن عمر كسرهم كسر شوكتهم وجابوا أموالهم بقيادة سعد وأرسلوا منها إلى عمر الفرش والذهب والهدوم بتاعتهم رسلوها لعمر بن الخطاب هناك كويس. ومن أجمل الأشياء شوف بالله الصحابة دول كانوا عفيفين كيف لو نجوا راجعين لعمر بن الخطاب أول ما دخلوا عليه لابسين اللبس بتاع الجماعة ديلات الصحابة ما عندهم حاجة لبسهم عادي لكن لما جو راجعين لابسين لبس مجية لبس غالي قالوا حتى علي بن أبي طالب وقعت له من ضمن الغنائم قطعة من الإيوان الإيوان الفرج بتاع الإيوان قطعة فباعها ب20,000 دينار من الذهب. أستيتا كان الدوق دينار قول بس قدر الجنيه حقنا الدوق 20,000 دينار دي قدر كيف. فجوا لابسين هدوم زي دي دخلوا على عمر بن الخطاب قالوا فحصبهم بالحجارة ما خلاهم يدخلوا عليهم. فلا شوف الناس دي كانت نظيفة كيف ناس نظيفة ودغرية حصبهم بالحجارة قالوا لحد ما مشوا غيروا الملابس بتاعتهم أول ما جوا فاستقبلهم استقبال الفاتحين تقول لهم كده ده بيلبس المؤمنين. إخواننا الصحابة دي سبقونا نحن كثير لأنه هم ناس نظيفين في دينهم ونحن الليلة دارين الإسلام بلساننا لكن ما بنعمل عمل المسلمين الصحيح صحيح. عمر رضي الله عنه في عهده كانت في مجاعة ودي فيها دروس لنا كثيرة جدا. سنة 18 هجرية مرت على الناس سنة تسمى بعام الرمادة يسموا عام الرمادة لأنه قالوا صارت الأرض فيه ترابا بقت رماد ما في أي حاجة. فاشتكى الناس إلى عمر فأمر عمر العمال عمال المعاون الشغالين قال أنزلوا الضيوف من خارج المدينة أي مدينة الناس ما عندهم أكل نادوهم خلوهم ينزلوا عندنا ضيوف. وصار عمال عمر يكرمون من الضيوف في كل يوم 60,000 60,000 ذي الضيوف. وقال عمر والله لا آكل السمن ولا السمين حتى يشبع منه فقراء المدينة. بقى بياكل الخبز بالزيت. يا ناس ده أمير المؤمنين ده بيحكم بقدر دولنا بتاعت الليلة دي 20 دولة بياكل الزيت بالخبز كويس وبنزل عنده الضيوف 60,000. قال فقام عماله يصنعون للناس العصائد. العصيدة دي بالمناسبة لفظة عربية ما حقتنا نحن برانا العصيدة دي ذاتها يسووها للناس ويأكلوه. فعاش من الناس من عاش ومات منهم من مات وأدبت الأرض. فخرج عمر يستسقي بالناس وأخرج العباس. ولاحظوا يا إخواننا هنا في فائدة مهمة جدا يعني الناس إذا أصيبوا بجذب يعرفوا الحل والمشكلة وين. نحن حسب فهمانا ما بنتعالج بالساهل. ليه؟ لأنه نحن بنشوف المشكلة وبنمشي منها بعيد. نعالج مشكلتنا الحقيقية القضية قضية مجتمع بالكامل عشان ما امتى أي حاجة تحصل الناس فقط برموها في الحكام
قد يكون الحكام ظلموا وأكلوا أموال الناس وفعلوا، لكن انتبه، المشكلة هي ما قضية حاكم فقط، إنما هي قضية مجتمع كله. أنت الليلة ما ممكن يحاسب الحاكم بأنه سرق وأكل، في نفس الوقت إحنا كلنا بنسرق وبناكل. ليه؟ يحاسب الحاكم بأنه ارتشى ونحن كلنا بنرتشي. أصغر عامل بيرتشي، أصغر عامل يرتشي، بل أنت ما تقدر تعمل أي خدمة لنفسك إلا عن طريق الرشوة. إذن يا أخوانا، المشكلة مشكلة حاكم براوي ولا مشكلة مجتمع كامل كله؟ لأنه إذا غير الحاكم سيأتي من هو شر منه. ليه؟ لأنه الحاكم بيخرج من مجتمع، والمجتمع إذا فسد ما بيطلع حاكم كويس. مهما تعمل هتبقى أنت تعيد في تجارب وتكرر في نفس التجارب. عشان كده الصحابة كانوا واعين، شافوا المشكلة في رقبتهم، طلعوا يستسقوا. طوالي نادى العباس، وقام عمر قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا. يعني وقت النبي صلى الله عليه وسلم حي أكان هو اللي بيدعو لنا، المطر بينزل. قال: والآن نتوسل إليك بعم نبينا. لمكانة العباس من النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيحترمه النبي صلى الله عليه وسلم ويعظمه. وده فيه يا أخواننا إنه أنت لو داير تتوسل بدعاء زول لابد يكون شنو؟ حي موجود. إذا كان ميت ما بيجوز، لابد يكون حي موجود، ولابد هو يدعو. مش تدعو أنت تقول يا الله بيجاه فلان، لا لا لا، هو يدعو. جاء العباس، شوف الدعاء ذاته مميز كيف. قال: اللهم إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة. قال: اللهم تبنا إليه. قال الراوي الزبير بن بكار في كتاب الأنساب: قال: فنزل المطر كأفواه القرب. طوال المطر نزل، فشبع الناس. يا ناس، نحن الليلة لو اعترفنا إنه المشكلة مننا وصلحنا رقبتنا في الأول واتقينا ربنا، حاكم ولا محكوم؟ نخاف الله كلنا. نحن ما نطالب الحاكم فقط بتقوى الله، إنما يطالب الحاكم ومنه والمحكوم كلنا إن يتقوا الله. ما تأكل حق الناس يا أخي. يا أخواننا، إذا كان نحن المجتمع يتربى، بس كذا النقطة دي أفهموها معايا يا أخواننا، إذا كان المجتمع يتربى على كده، إنه العسكري عسكري صغير عنده شريط واحد، ها؟ أنت لما يلاقيك في الشارع وأنت عندك مخالفة، يشيل البطاقتين بتاعك كده الاثنين، الرخصة بتاعت العربية ورخصتك أنت، وطبق في النص 20 جنيه بس تديها له كده، بجر ال 20 جنيه ورجع بطاقاتك، ما بيعاين لين زاد، وأنت عربيتك ما مرخصة ورخصتك أنت منتهية. إذا كان ده أصغر عامل عندنا بيتعامل بالطريقة دي، فكيف زي ده لو يوم من الأيام ممكن من أموال الناس خزن، ها؟ مفاتيح كبيرة وذهب ومال الدولة، ده حيعمل ليش؟ لا شك إنه بسفه سف ثقيل، وبجيب أهله كلهم بسفه معاه، صح ولا لا؟ دي تربية يا إخواننا، التربية دي بتبدأ من تحت يا أخي، من البيت. انت اول ما زول يدق لك الباب وترسل ولدك تقول له امشي، قول له ابوي نايم. خربت من هنا ولا ما خربت؟ تعلمت الكذب يا اخي من صغير، خربت الشغله. فنحن يا اخواننا نحتاج الى تربيه مجتمع
صلح المجتمع ده تلقائيا اي شيء بيتصلح، والله اي شيء بيتصلح. والله الليله لو واحد يعني من الموظفين موظفين الدوله داير يلعب وهو يعرف انه المجتمع ده ما بيقبل له اللعب ما بيقدر. الواحد لو دار منك رشوه ذاته بيقعد بعاين زي كده يفحصك كويس يشوف انت لو رمى لك الكلمه بتفهمها ولا ما بتفهمها، بتمشي ولا ما بتمشي. ولك يا عم خارج نفسك مشي نفسك عشان انت لو قلت له يعني شنو يعني فعلك رشوه يقول لك لا لا انا ما قاصد كده، لأن المجتمع متساير معاهم فهم فسدوا. اذا يا اخوانا نحن نحتاج الى تربيه مجتمعيه في الاول قبل اي حاجه. عشان كده عمر رضي الله عنه المجتمع ده مشاه تمام، ما بيجامل في الدين ولا في الدنيا. يا اخي في امور الدين ابن عباس قال شهد عندي رجال مرضيون ان عمر كان يضرب على الصلاة بعد الصبح. انت لو جيت بعد الصبح طبعا ما في نافلة بعد صلاة الصبح، لو جيت بتصلي لك ركعتين عمر بجلدك، ولو لقاك انت مساهر بالليل بيجلدك. ما في لعب، الدين يمشي تمام والدنيا تمشي تمام. عشان كده كان الفاروق بالجد يا اخوان، والله الفاروق انت ما بتقدر يا اخي. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الايام جالس ومعه نساءه يطلبن منه النفقه، فطرق الباب عمر استاذن على النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. اول ما دخل فابتدرنا الحجاب طوالي كله لبسنا الحجاب وبقى بعيد، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال مما تضحك يا رسول الله؟ اضحك الله سنك. قال هؤلاء كنا يكسرن علي. اول ما دخلت انت يا عمر قال فابتدرنا الحجاب. قال يا عدوات انفسكن اتهمنني ولا تهمن رسول الله؟ قلنا انت اشد من رسول الله. النساء انت اشد من رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ايهن يا ابن الخطاب، والله ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا وسلك فجا آخر. وقال إن الشياطين تخاف من عمر. الشياطين الشارع في عمر كان عاين كده لقى عمر بيجاب يشوف له شارع ثاني. بل ابن الجوزي جاب رواية عجيبة جدا قال لقي الشيطان عمر ذات يوم في أحد أو في إحدى سكك المدينة، لقاه في سكة قال فمسكه عمر قال فصرعه. عمر قال حتى وجدت يديه كيدي الكلب وخطه في الارض. قال له قال انا الشيطان وهيس. عمر قال له ما بفكك الا توريني الزول يستعيذ منك كيف. قال له تقرا آية الكرسي فكاه ومشى. شيطان بخنقه في الارض. يا ناس قوة عمر رضي الله عنه مشت الدين ومشت الدنيا في عهده. حتى لما جاء في زمن عثمان بن عفان وكان عثمان رقيقا وطيبا، بعد ذاك قاموا على الخوارج وقالوا أدب على عثمان وهو صفح عنهم واعتدوا عليه واستسلم. الصما قاتلوا ولا سفك الدم. ابن عمر قال والله هؤلاء نقموا على عثمان أشياء لو فعلها عمر لما نقموا عليه. قالوا الحاجات الماخذين عليه ابن عمر كان بيعملها وما في ذل بيساله، كان بيجلد بالدرة ما في ذل بيقدر يساله كويس. فعمر رضي الله تعالى عنه قضى حياته إلى أن يعني في آخر أو في أول عهده وفي آخر عهد الصديق حصلت معركة اليرموك ومعركة طويلة. الشاهد اللي فيها
عمر قام بموقف عجيب، وده فيه محافظة يا إخواننا على العقيدة. المعركة شقالها معركة اليرموك، ومعركة دي في التاريخ يا أخي الفقهاء لما يتكلموا عنها في المؤرخين في التاريخ قالوا ما رأينا مثلها أصلا، لأنه كتلوا فيها من الروم في حوالي 3 أيام كاتلين 180,000. كده أنت العدد ده قادر تستوعبه؟ 180,000. ابن كثير قال فلم يرى مثل يوم الروم قحفا طائرة. القحفة بتاعت الراس، بتعرفوا القحفة؟ القحفة ده أصلا قاعد يزيل يزيل لما يكون مكسور، يفضل فيه قاعد صغير. ده بسموه قحفة عندنا هناك، أنا ما أعرف عندكم هنا بسموها شو. دي القحفة. قاعد يزيل التحت ذاك لما يكون مكسر تفضل فيه حتة بسيطة. قال فلم يرى مثل يوم اليرموك قحفا طائرة. قحف الريسين دي طائرة. ولا معصما نادرا، يدين مقطعة. كويس؟ الديل كانوا بكتلون بالجملة، الموت بالجملة، لأن الروم كانوا مربطين 10-10 بكتلون بالجملة. خالد رضي الله عنه دبر فيهم خطة ما شافوها قبل كده. الجيش بتاعه كله 36,000، وجيش الروم 240,000. شوف العدد ده كيف دبر فيهم خطة، خلى الجيش بتاعه بيدور في نصهم وبيضربهم من كل الجهات، وديلك اتفرتقوا ودول نازلين من الجبل ومربطين كلهم. يقوموا الصحابه بعقر واحد، تعرف العقره؟ العقره لما البهيمه تضربها في كراع الورق بتقوم بتبرق، بعقر واحد منهم. طبعا لما نقع بيرمي العشره معاهم، بيطبحوهم العشره، واحد بس بيطبح العشره. قتلوهم ودخل فيهم رعب ما عادي، وفتح الله الشام كلها. تخيل في موقف زي ده عمر رضي الله عنه رسل رسالة فعزل خالد بن الوليد وولى أبا عبيدة عامر بن الجراح الجيش كله في موقف، وخالد منتصر. قالوا لحد ما خالد خبأ الرسالة حتى تنتهي المعركة. انتهت المعركة، مشى لأبو عبيدة قالوا فحياه تحية القائد وسلموا الراية وبقى جندي عندي. لماذا؟ قالوا شان الناس ما تعتقد انه الانتصار بخالد بن الوليد. الانتصار ده من الله ما من خالد. شوف الكلام ده كيف. لانه توالت يعني انتصارات خالد. خالد بن الوليد قال ما هزمت في معركة ابدا لا في الجاهلية ولا في الاسلام. اصل قائد معركة ما تهزم. لأنه عنده ذكاء وعنده قوة وشجاع في نفسه. الجيش ده كان ماشي وراه إلا الجيش يرجع. قال يوم اليرموك اتكسرت في يدي 9 أسياف ولم تثبت إلا صحيفة يمانية. زول بكسر أنت أسألك الله أكان أدوك 9 سيوف وأدوك أجنة وشاكوش، يقول لك كسرني في الوطن دي تقدر تكسرني؟ ده كسرني في رسين الناس 9 سيوف. شوف الرجال دي كيف. وكان اذا ركب هو وعمر اذا ركب على احلى الفرس جرت رجلاه بالارض ذات حجم ما شاء الله، كرعينه في الواطه وهو راكب فوق الفرس. مع ده عمر رضي الله عنه يعزل خالد ويولي ابا عبيده لكي لا يعتقد المسلمون ان النصر من خالد، النصر من الله. ونحن والله الليله دي والله ما عارفين ذاته بينصر منه، شغلتنا جاطت كلها. الناس مارقين لقتال جهات في سبيل الله مدرعين بحجبات. يا ناس انت مدرع بحجبات مالك؟ الحجاب دار ينصرك وتلقى ميت طاقين له 6 طلق وميت وحجباته مردومه. والغريبه بيجي واحد بيملص الحجبات منه بيشيل من البسمه وذاك راقد ميت. كان بتنفع ما كان ننفع سيدا اللابسه من الاول. ها يا ناس النصر عقيده. الصحابه ديل كانوا يعني ما خايفين من اي شيء. انت تقول له بتموت والموت ده دايره ذاته لانه ذو نظيف مع الله.
وقدام ما خايفين من أي شيء. حتى قالوا من الطرائف إنه قالوا الصحابة انتصروا في معركة من المعارك بحاجة عجيبة جدا. قالوا كانوا نازلين في وادي من الأودية، بعدين يتذكروا إنه لهم كم يوم ما يتسوقوا لأنهم في الحرب. قالوا دارين نطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قطعوا من جريد النخل وبدوا يتسوقوا. الكفار بهناك أول ما شافوهم بيتسوقوا قالوا أصحاب محمد يحدون أسنانهم بسننوا في سنونهم ليأكلونا ففروا. لا يشوف الشغل ده كيف يا ناس. المعارك دي زمان ما ذاته ما في عدد كبير، احنا هسه خايفين صار والله عدد كبير ما في. الصحابه بكونوا شويه. في يوم مسيلمة الكذاب، حرب مسيلمة، مسيلمة عنده 200,000 جندي، 200,000 ده كلهم مصدقين انه مسيلمة ده نبي مع محمد صلى الله عليه وسلم. والصحابه كان معهم اعراب وكده في الجيش، فاستصعب عليهم الحصن. قاموا الصحابه جو قالوا يا خالد اخلصنا، يعني بس خلينا صحابه بنانا، اي زول ما صحابه طلعوا بس خلاها صحابه نظيفه 2000 بس. ها بس 2000 وديلك كم؟ 200,000، يعني الواحد مقابل كم؟ واحد مقابل 20 او كم؟ ايوه الواحد 200. قالوا فهجموا عليهم هجمة واحدة ففر 200,000 كلهم فروا، وبقوا مطاردينهم بوراهم لحد ما قتلوا منهم قتل عظيم وقتلوا مسيلمة ذاته. الشاهد يا اخواننا، نحن دارين دين نجيب، دين صح. عمر رضي الله عنه في آخر حياته كان هناك غلام للمغيرة ابن شعبة وهو مجوسي، واستأذن المغيرة عمر رضي الله عنه أن يسكنه المدينة. قال لا أنا دار أسكن المدينة. فقال له لماذا؟ قال لما عنده من الحرفة، حريف كان حداد حريف. قال له بينفع الناس في المدينة، فسكنه المدينة وفرض عليه خراجا أو ضريبة تدفع 4 دنانير يومي، وبقى الصعبة على المجوسي ده. فيوم من الأيام قابل عمر بن الخطاب في الطريق وقال له يا أخي كلم المغيرة بن شعبة يخفف عليه. فعمر رضي الله عنه ده يصبر على شغله ده، قال له إن خراجك غليل، قروشك دي بسيطة ما فيها، 4 دنانير في اليوم بسيطة. الراوي قال وكان في نفس عمر أن يكلم المغيرة بن شعبة، كان ده يكلم يخفف عنه، لكن ذاك العلجي ذاك كلب جدا. بعد ذاك عمر قال له سمعت انك تصنع الرحى، يعرف الرحى؟ يسحنوا بال العيش والقمح وكذا. قال يا عمر لاصنعن لك رحا يتكلم بها اهل المشرق والمغرب. فعمر ذكي فهمه، قال توعدني العبد. العلجي ده قال توعدني. قال فانطلق الرجل فصار يصنع خنجرا، خنجر بيمسكوه من النص وعنده سنتين، فصار يشحذه بسنفه ويقضيه بالسم، بجهز في نفسه. حتى اذا دخل عمر بعد ما رجع من الحج دخل في المسجد واقيمت الصلاه، هجم عليه ذلك العلم وطعن عمر 6 طعنات، 1 في الكتف و5 في بطنه و1 تحت السرة، فسقط عمر. الصحابة بس سمعوا عمر صاح قتلني الكلب، وهاج الناس. فانطلق الرجل فطعن 12 من الصحابة، طعن 12 من في الصفوف الأولى، فقتل منهم 6. فألقى عليه رجل بردة كانت عليه رمى فيه، فشعر بأنه شنو حيموت، فنحر نفسه، طعن نفسه في النحر فمات.
عمر رضي الله عنه بقى متأثر بالجراح في جرحه، والدم ينزف من بطنه، فحمل عمر إلى بيت زوجته، دي زوجة الأخيرة هي عاتكة بنت زيد ابن عمرو بن نفيل بالتعم، وكانت من أتقى النساء، عالمة وزاهدة وشاعرة وعابدة، نقلوا لبيتها. فأغمي عليه، أول ما استيقظ قال: أصلى الناس؟ قالوا: نعم يا أمير المؤمنين. قال: الحمد لله، فإنه لا إسلام لمن ترك الصلاة. ودي بالله يخذ رسالة يا أخواننا لأي زوج يتهاون بصلاته. عمر مطعون 6 طعنات ودار يموت، يقول لهم شنو؟ يقول لهم: أصلى الناس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد قلنا صار عمر رضي الله عنه يسأل عن الصلاة، فعلم أن عبد الرحمن بن عوف صلى بالناس صلاة خفيفة، ثم دخل عليه ابن عباس فصار يذكر له في محاسنه: أنت الذي فعلت، وأنت الذي فعلت، ويذكر له في مناقبه مواقفه الجميلة ونصرة الإسلام. فقال عمر: ويحك يا ابن عباس، أتشهد لي بذلك عند الله؟ قال ابن عمر: وكنت واضعا أبي على حجري، فقال: يا بني ضعني على التراب، ويل أمي إن لم يغفر الله لي. بالله يا أخواننا شوفوا، ده عمر ومع أعماله دي كلها، والنبي صلى الله عليه وسلم يبشره، يقول أريت الجنة فدخلتها فرأيت قصرا عليه امرأة تتوضأ، قلت: لمن هذا؟ قالوا: لرجل من قريش. قال: فلما علمت أنه عمر قال: خرجت وتذكرت غيرة عمر، فبكى عمر وقال: عليك غار يا رسول الله. مبشر بالجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان في أمتي ملهمون فعمر. مع ده كله خايف من ربنا. أساً إحنا عندنا ناس شيوخ وكبار بتاع دين، والناس بيحترمون وبحبوه. الواحد منهم يقول للناس: إنتوا تتابعوني وتباروني، أنا بضمن لكم الجنة كلكم. مش لي رقبته، رقبته دي أصلاً مضمونة. بيضمن لي رقبته، بيضمن للجماعة المعاوية. يا ناس، عمر يقول له: ولد ضع رأسي على التراب لعل الله يرحمه. فجاءه الطبيب قال: اصدغني، أأنا ميت؟ فسقاه تمرا، يعني موية بتاع التمر، فخرجت من عروق أو من جروحه فظن أنها دم، ثم سقاه لبنا فخرج من جرحه. قال: إنك ميت إن لم يكن اليوم فغدا. قال له: أنت ميت، فأوصى يا أمير المؤمنين. فأوصى رضي الله عنه بوصايا طويلة، أوصى بماله، عنده 86 دينار. أمير المؤمنين ورثته كم؟ 86 دينار، وعنده 4 من النساء، أم عبد الله ابن عمر وأم عاصم وعاتكة وغيرها. عنده كم؟ 86. وبعد ده أوصى
أن تكون الإمرة من بعده في ستة. قال: ويشهد معكم ابن عمر ولده وليس له من الأمر شيء، ما عنده أي حاجة في الولاية، لكن يشهد معكم فقط. وقال: هؤلاء الستة الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. بس الشغلة ما حقتك، يعني أنت تورثها لأهلك بعدك، الصالح منهم والطالح. فناس ورثوا الدنيا وناس الدين ورثوا. خليك من الدنيا، الدين ذاته يقول لك ودى الفقي فقي. ها؟ عمر رضي الله عنه وهو في آخر لحظاته يدخل عليه شاب جاري ثيابه بالأرض، فقال له عمر وهو يموت: ارفع ثوبك فإنه أتقى وأنقى، أتقى لربك وأنقى لثوبك. وهو دار يموت، دخل عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فترحم عليه وهو في فراش الموت، ثم قال: والله ما أحببت أن ألقى الله بعمل رجل خير من هذا المسجى، يعني عمر بن الخطاب. وصلى عليه صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه، وقبل أن يموت أرسل عبد الله ولده إلى عائشة أم المؤمنين يستأذنها في أن يدفن قرب صاحبيه. فعائشة قالت: والله كنت أريد هذا لنفسي، يعني كانت دار المقام ده لنفسها، ولكن سأوثرك به. فلما رجعوا له وكلموه قالوا: أذنت لك أم المؤمنين؟ فحمد الله تعالى. وجاء في هذا أثر، وإن كان في إسناده مقال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نبعث يوم القيامة أنا وأبو بكر وعمر هكذا، وكان جنبه أبو بكر من هنا وعمر من هنا، ووضع يديه عليهما، قال: نبعث هكذا يوم القيامة، يعني نقوم كلهم مع بعض. فبعد ذلك استشار الصحابة الستة، تشاوروا فيما بينهم. فأما طلحة فقال: جعلت أمري لعثمان، وأما الزبير فقال: جعلت أمري لعلي، وأما سعد فخرج منها ما دعي أي إمرة، وأما عبد الرحمن قال: أنا سأختار منكما، ما فضل إلا اثنين من الستة. الصحابة ذاتهم ما باقين عليها الشغلة دي، ذاتهم هم ما باقين على لنا مسؤولية. فجاء إلى علي قال: أنت ابن عم رسول الله، وقد قال فيك النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، لئن اخترتك لتعدلن، أنا لو اخترتك تعدل في الرعية. قال: أعاهدك. ثم جاء إلى عثمان فقال له مثل ما قال لمن؟ لعلي. ثم أخذ بيد عثمان فبايع عثمان، وبايعه المهاجرون والأنصار، وبايعه كل المؤمنون. قال ابن مسعود: ما اتفقنا على بيعة مثل ما اتفقنا على بيعة عثمان. فبايع الناس الجميع عثمان رضي الله عنه. وكان عمر يلقب بأنه باب أو قفل الفتنة. قفل الفتنة يعني شو؟ يعني القفل ده أول ما يتفتح حتأتي الفتنة. ثم صارت بعد ذلك فتنة الخوارج، فقتلوا بعده عثمان، ثم قتل علي شهيد، وقتل الزبير شهيد، وطلحة شهيد، واستشهد بعد عمر كثير من الصحابة، واتفتح القفل بتاع الفتنة بمقتل عمر رضي الله تعالى عنه. فهذه يا أخواننا بعض الوقفات، وإن كانت سيرة عمر طويلة جدا، ممكن تراجع فيها كتاب فتح الباري لابن حجر،
وكتاب الإصابة لابن حجر، وكتاب الإصابة لأبي نعيم، وكذلك كتاب الاستيعاب لابن عبد البر، كتاب البداية والنهاية لابن كثير، وكتاب السيرة الشامية للصالحي، وكتاب سير أعلام النبلاء للذهبي. كل هذه الكتب حافلة بسير عطرة جدا لأمير المؤمنين، ومواقف عجيبة أنا ما ذكرت إلا أشياء بس بسيطة جدا تناسب المقام، وده الشيء اللي استحضرته، وإن كان في أمور طال العهد بها وبتذكر فيها يا الله كده ذاكرة ذات جزء منها كبير خريب. والله المستعان، جزاكم الله خير على حسن الاستماع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.